معانا الأخ جودة من الشرقية. أستاذ جودة تفضل. يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. تحياتي إليكم وجزاكم الله خير عننا خير جزاء. وجزاكم. عندي سؤال من شقين والله. تفضل. الشق الأولاني عايز أستفسر عن أصحاب الرص. عن إيه؟ الشق الثاني أصحاب الرص. أصحاب الرص، نعم. والشق الثاني عايز أسأل عن رأي الدين في حادثة الحمامة والعنكبوت في بتوع الغار في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، شكرا يا استاذ جوده. اشكركم. مولانا، السؤال الاول الاخ جوده عن مساله اصحاب الرس، من هم ذكروا في القران الكريم؟ تحدثت عن اصحاب الرس وثمود، احد الكفار الذين كذبوا انبياء الله ورسله. هل دول قوم صالح نفسهم سيدنا صالح ولا قوم اخر؟ لكن في هذا السياق يعني هم اتباع، يعني طائفه من الذين كذبوا انبياء الله ورسله في هذه الفتره الزمنيه التي، وفي سياق الحديث عن سيدنا صالح سيدنا هود عليهما السلام. السؤال الاخر بتاع الحمام والعنكبوت، وده موضع خلاف بين المحدثين والعلماء، هل تصح الروايه ام لا؟ من الناس من قال ان لا، ده ما فيش لها سند، رويت في كتب السيرة. لا، هي لها سند، رويت في بعض كتب السنة بأسانيد، لكن الأسانيد فيها نقاش، منهم من يصحح ومنهم من يضعف أو يحسن ومنهم من يضعف. وإن كان فيه لا عنكبوت وحمام، يعني الرواية نفسها، يعني نعم، القصة، نعم، القصة نفسها إن لها سند، لكن في خلاف في صحة السند. وإن كان اللي طبعا مال إلى ترجيح صحة السند وأخذ برأي لجذب السند دار الإفتاء المصرية في عهد دكتور شوقي علام، لهم فتوى في هذا الأمر، وأنا قالوا عن دار الإفتاء في عهد الشيخ علي جمعة، لا ملاش سند، وده كلامه مش صحيح، كلامه مش علمي، مش دقيق قوي، الأدق في الفتوى الأخرى يعني. وهناك تناول آخر أهم تناوله الشيخ القرضاوي قبل ذلك بمراحل بسنين كثيرة، إني رأى إني الحديث وإن كان فيه سند لكن يأخذ بالرأي الذي لا يصحح، ويرى أن القرآن الكريم يؤيد عدم تصحيح الرواية، لأن الآية قالت وأيده بجنود لم تروها. أي نعم، فمعناه والعنكبوت والحمام بيتشاف. يعني إذن معناه أن هي لا، هي المعجزة في الإعجاز أكبر في أني ذلك. هو قال هنا ان سيدنا ابو بكر قال يا رسول الله لو نظر احد الى موضع قدميه لرآن، معناه مش حاجه تخبي. اي نعم، ايه اوضحت اكثر، بجنود لم تروها، لو وده جنود ترى العنكبوت والحمام يعني. فيعني اللي قال واخذ بان لا، في الحديث لها اصل وفيها ناس صححوها، خلاص راي علمي، واللي نفى لا، يعني لا تصح راي علمي. فكلا الرايين في البحث العلمي له وجهته وله رأيه وله أدلته يعني. تمام مولانا، جزاك الله خير.